النهب والسلب إحدى طرق الحياة في أعالي البحار. هذا هو طائر الفرقاط المذهل، واحد من أعطى طيور الكاريبي. يبلغ امتداد جناحيه 2 متر و40 سنتيمترا. هذه الأجنحة هي الأكبر مقارنة بالجسم بين كل أنواع الطيور الأخرى. بالتحليق في التيارات الهوائية يمكنها البقاء محلقة لعدة أيام، والنوم أثناء الطيران أيضا. إنها تعتمد على التيارات الحرارية التي تهب على ارتفاع 2500 متر. لكن هذا التحليق الرشيق له جانب سلبي، فهذه الطيور جارحة لا ترحم. بوزن حوالي 2 كيلوغرام تسرق طعام الطيور الأخرى، وهي تشتهر بالعنف الشديد. لذا لا عجب أنها معروفة بأنها طيور مقاتلة. جزيرة إيزابيل، إنه موسم التكاثر. عاد طائر الفرقاط البالغ هذا إلى المستعمرة بعد 5 أشهر في البحر. إنه ينفخ حنجرته تباهياً، وعندما يعثر على رفيقة يحتاج لبناء عش، وهذا هو التحدي الكبير. أجنحتها الكبيرة تجعل من التحليق والهبوط صعباً. لقد تعلمت أن سرقة الأغصان من الطيور الأخرى في الجو سهلة. تهاجم الطيور الجارحة بعضها من كل الاتجاهات، لكنه يحلق على علو منخفض ويلتقط غصنا سقط من الأعلى. أخيرا أصبح لديه عش، وبوجود بيضة لحمايتها جلس بلا حراك. لكن بعض الطيور تعتقد أن بناء عش هو للفاشلين. منزله وسلالته على المحك. استهدفه طائر شرير من الأعلى، ويستهدفه في وسط حنجرته. إنه يصد الهجوم بالتشبث بمنقار المهاجم، لذا غير المنافس أسلوبه. إنه يستهدف الرأس من الجانب ويستولي على العش، لكن لم يطل هذا، لأن طائر الفرقاط لا يريد التنازل. اقترب منافس آخر جديد، استهدف المتطفل حنجرة الطائر من الأسفل. لمنقاره حواف حادة وبطول 10 سنتيمترات. طرفه المنحني مصمم للإمساك بالسمك الزلق، ما يمنحه قبضة ثابتة لأي هدف. أمسك المتطفل بعنق الخصم بقوة. إنها حركة لا يستطيع مجاراتها. إنه عاجز وعليه أن ينجو بحياته. سرعان ما استقر مالك العش الجديد فيه. أول مهمة منزلية له هي القتل بدم بارد. في عالم القتل والحروب لا يوجد مكان للمنزل.